حسبي الله عليكي وايد. امسكوني ودي انتفها. وكان عقلك فين يا شيرين وانت بتقولي الكلام ده؟ لو سمحتوا، الأستاذة الفاشلة تبغى صوت موسيقى هادية علشان ما حد يزعجها. طال عمرها. بس بدنا نعرف نوع الموسيقى، شرقي ولا غربي؟ شر البلية ما يضحك. والله زين ما سوى بالفعل عمرو دياب فيكي. دي تصريحات أحلام الأخيرة عن شيرين رضا، فردت عليها شيرين رضا وقالت لها ما هي فاضية الزهر، ما عندهاش حاجة تعملها. لما تعرف القصة من هي تعرفني منين عشان تنتفني ولا ما تنتفنيش؟ ايه ده؟ انت مالك؟ خليكي في حالك. هو انت ايه؟ بتدافعي عن مين؟ وانا شتمت مين؟ انت تعرفي المؤذن ده؟ زي ما سمعنا مع بعض، عودة خلاف شيرين وأحلام الشمسي مرة تانية. بداية الخلاف كانت عام 2017. إيه اللي رجع الخلاف مرة تانية؟ الحقيقة أحلام لسه مفيش من كام يوم كتبت تغريدة على تويتر على صفحتها وقالت مين هي اللي فاضية؟ أنا فاضية؟ بس ليكي أكيد هكون فاضية. بس يا ولية أنتي اسمعي كويس، أنا عمري في حياتي ما هسمح لأشكالك إن تقول إن صوت المؤذن والأذان إنه جعير، والساكت عن الحق شيطان أخرس. مين اللي بيسقف لها؟ بسم الله، اللهم سكنهم في مساكنهم. حتى في رمضان موجودين، أنا أقصد الشياطين اللي ما يعرف يفتح الرابط. ونزلت الرابط اللي لما نفتحه هنعرف موضوع شيرين من أوله، وبدايته كانت عام 2017. وطبعا كالعادة زي ما تعودنا من بسمة وهبة من خلال برنامجها العرافة، استضافت شيرين رضا وسألتها كالعادة على موضوعها مع أحلام، وحاولت تجدد الأزمة مرة تاني وقالت لها شوفي أحلام بتقول إيه عنك. فبالتالي شيرين الموضوع افتكرته وبدأت بقى تتكلم وتقول مين هي وهي فاضية. علشان كده أحلام رجعت ردت عليها بالتغريدة اللي انتوا شفتوها معايا دي، يعني الموضوع رجع شعل المرة تانية بسبب برنامج العرافة اللي دايما على الخط دلوقتي بيحاول ان هو يفجر اسرار وفضايح. مش بس كده، بيفكر الناس بالخلافات اللي ما بينهم، علشان كده الازمات بترجع مرة تانية. علشان كده بنعترض على فكرة البرنامج دوا. هنكمل مع بعض كلامنا، ولكن بعد ما نسمع طبعا كلام شيرين والموضوع كان من اوله ايه، هقول لكم سبب المشكلة الأساسية إيه ومين الغلطان فيهم. تعالوا مع بعض نرجع لـ 2017 ونرجع نتكلم تاني. في أطفال بيصحوا مفزوعين، هو ده أسلوب الصلاة؟ اللي يلا بصلي يلا بزعك عشان تصلي. وبعدين الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده، وانت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟ ما هو دي أسئلة عندي أنا كمان. وفين قرار توحيد الأذان فعلا؟ فين؟ ليه إحنا لما أجانب، إحنا مش عاوزين سياحة، ليه لما أجانب يجوا وهم ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده؟ أنا في شوارع صغيرة الميكروفون بتاعها حتى وانتي قافلة الشبابيك بتجنني. طب إزاي في ناس عايشين؟ طب أنت مش محترم كل الناس اللي عايشين في العمارات اللي حواليك دي يا أخي؟ بتجعر كده ليه وبتزعق كده ليه ومعلي الفوليوم قوي كده ليه؟ انت فاهمه؟ ده ملوش دعوه بالدين. يعني انا كان نفسي ابقى مسؤوله عن حاجات كتير قوي عشان كنت خليتها تتنفس، وحاجات صغيره هتساعد. وطبعا زي ما سمعتوا دي كانت بدايه المشكله. الحقيقه في وجهه نظري ان شيرين كان مفروض ما تقولش الكلام ده خالص ولا تيجي جنب المنطقه دي خالص، حتى لو هي جواها حاجه تانية ما كانش ينفع ان هي تعبر عن الاذان بالشكل ده. لو كنت تقصدي واقع معينة كان لازم توضحي دواء، لكن انت اتكلمتي عن الأذان بشكل عام بدليل ان انت قلتي ان السياحة وعايزين تنشط طبعا السياحة في بلدنا، فما ينفعش ان صوت الأذان يكون بالشكل دواء. كان لازم تقولي وتتكلمي وتوضحي ان انت مريتي بواقع معينة وان صوت المؤذن هو ما كانش حلو، وبالتالي انت بتطلبي ان صوت المؤذنين يكون كويس ويكون صوتهم حلو، مثلا يجروا ليهم اختبارات علشان يكون اصواتهم كويسة والناس تستمتع بالأذان. لكن انت اتكلمتي عن الواقع بشكل عام واتكلمتي في المجمل، وده اللي اتاخد عليكي. كان من باب اولى ان انت تطلعي وتعتذري وتبيني كلامك دوا كنت تقصدي بيه ايه، ولكن اللي حصل الحقيقه ان شيرين اتكلمت فعلا عن الاذان بشكل عام، ولما لقت الهجوم عليها بالشكل دوا وهجوم شرس حاولت تبرر الكلام اللي قالته وتتراجع عنه، ولكن بشكل فيه غرور. مش عايزه تقول انها غلطانه، بتحاول بس تبرر ان الناس هي اللي فهمتها غلط. لا، الحقيقة الناس ما فهمتش غلط، حضرتك اللي اتكلمتي بشكل غير لائق على المؤذن، ما اتكلمتيش عن واقعة معينة بعينها، انت ذكرتي الواقعة الخاصة ولكن قلتي على الموضوع بشكل عام. فالحقيقة من دلوقتي وقبل كده أحلام ردت عليها لأنها غيورة على دينها، غيورة على صوت الأذان اللي كلنا بنحبه.
خرجت بعد كده شيرين في اكتر من برنامج بتحاول طبعا تنفي اللي هي قالته انها ما كانتش تقصد كده وان الناس هي اللي غلطانه وفهمت غلط. الهجوم ونقد قوي لتعليقك على صوت مؤذن بلفظ جعير، يعني بيقول الاذان بصوت عالي قوي. ده مش بيقولش بصوت عالي، انا ما عنديش مانع في الصوت عالي او واطي، انا بتكلم على مستوى الصوت. ما هو كمان مش المفروض ان اي حد، ده المفروض اكتر حاجه بتقربك لربنا. انا ما بلغ الأذان يقول لك يلا نقوم نصلي نقرب من ربنا، مش كده؟ كده حنان يا شريف. لا مش حنان، لا الناس اللي ما ينفعش على صوته. ايوه بس الصوت عالي، انا مش ما عنديش مشكله في الصوت العالي، انا بتكلم في مستوى الصوت. يعني انا ما اعرفش اغني، ما ينفعش ان انا اغني، مش كل صوت ينفع يغني، مش كل صوت ينفع يأدي، مش كل صوت يبقى حلو انك تحطيه في مايك وتحطيه فول بلاست ان الناس تسمعه. ده اللي كان الانتقاد بتاعي، انه لازم المؤذن يبقى صوته حلو، لازم يبقى صوته حلو. وانتي بتقولي الكلام ده ما خفتيش من الهجوم؟ اصل انا ما بقولش حاجه غلط، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان هو اللي بيأذن علشان بلال عشان كان صوته احلى. هو النبي عليه الصلاه والسلام هو شايف انه بلال صوته احلى فخليه هو اللي يأذن. هي مش عيب، مش كلنا لازم نبقى نعرف نعمل كل حاجه، يعني مش لازم ان انا مش مفروض مني ان انا امثل واغني وارقص وابقى دكتوره وابقى مهندسه. لا، في حاجات انا بقول انا صوتي وحش ما يعني مش المفروض ان انا اغني. اضطر ساعات ان انا اغني في حاجات متضايقه جدا ان انا بيضطروني ان انا اغني لان ده مش صوتي غني. بس الناس خدتها في حته تانية خالص. طبعا ضد الاذان ليه؟ وانا ضد ربنا، استغفر الله العظيم يا رب، ليه بيطلعوني كده؟ انا ضد الصوت الوحش. الحقيقه كان من باب اولى ان هي تقول الكلام ده من الاول، وما ينفعش التصريح الاول اللي قالته ده خالص، ده اللي تسبب في هجوم الناس عليها. ولكن الحقيقه اللي عايزه اقوله برضو ان في الاول وفي الاخر دلوقتي اللي غلطان هو بسمه وهبه، وده لان هي حاولت تجدد الخلاف ده مره تانية، ان هي تفكر شيرين بحاجه زي كده، فبالتالي اشتعلت الازمه مره تانية مع احلام. رضا امسكوني ودي انتفها. ليه هي بتشتغل في الكافيه؟ اذان. هقول لك هي قالت ايه بالظبط. قالت زين سوا فيكي يا عمرو دياب. بجد؟ حسبي الله عليكي وايد. امسكوني ودي انتفها. وكان عقلك فين يا شيرين وانت بتقولي الكلام ده؟ ده كلام الفنانة احلام. انا هقول لك رد. ليه؟ انت حاسه انك غلطتي الكلام اللي قلتيه؟ هو هل انا بني ادمه متخلفه عقليا عشان اشتم الاذان؟ هم قالوا انت شتمتي. قالوا ان انا شتمت الاذان. بس هل انت انا متخلفه؟ على لا، قلت على ان صوته وحش، صوت جعير. طيب هو جعير؟ انت مش شتيم على فكره، ده وصف للصوت. يعني هو وصف غير لائق للمؤذن، يعني هو رب دين يعني. لا هو مؤذن لازم هو يحترم الدين برضه، ان هو لما احلى حاجه في الدنيا الاذان لما يكون بصوت حلو. يس. لازم انت لما تسمعي الاذان تقشعري، تحسي بحاجه حلوه، مش تتضايقي من الصوت. ولا ايه؟ ولا انا غلطان؟ هي كانت بالصدفه، انا كنت ماشيه في شارع صغير قوي في الدقي. انا راكبه مع السواق، راكبه ورا ماسكه التليفون بكتب حاجات، وشارع صغير وعربيات راكنه يمين وعربيات راكنه شمال وعمارات ومحلات. ومره واحده اتخضيت لانه الميكروفون عالي جدا، وانت لما بتمسكي مايك، لو مسكتي المايك كده غير لو مسكتيه كده غير لو مسكتيه كده. طبعا عيان، في اطفال مولودين، في اطفال نايمين، انت المفروض الحاجه دي احنا نستناها ونفرح بصوتك مش متضايق. انا اظن انه تصريحك ده اتفهم غلط، ندمانه انك صرفتي هذا التفاصيل. يعني وصلت لانه فنانه في بلد ثانيه بترد عليكي عايز تنتفك. ما هي فاضيه الظهر، ما عندهاش حاجه تعملها. لما تعرف القصه من هي، تعرفني منين عشان تنتفني ولا ما تنتفنيش؟ ايه ده؟ انت مالك؟ خليكي في حالك. هو انت ايه؟ بتدافعي عن مين؟ وانا شتمت مين؟ انت تعرفي المؤذن ده؟ انا ما قلتش حاجه على الاذان. ليه بتفهم ان انا قلت حاجه على الاذان؟ انا اتكلمت على المؤذن ده. وبكده نكون عرفنا القصه كامله وبدات ازاي ووصلت لفين.
والحقيقة إن مفروض شيرين في الأول وفي الآخر تعتذر وتوضح موقفها إيه، لكن هي واخدة الموضوع بشيء من الغرور شوية. أحب أقول لشيرين إن السياح مش ممكن تتأثر أبدا بصوت الأذان، بالعكس ده السياح بيحبوا يسمعوا صوت الأذان وبيبتدوا بقى يدوروا ويبحثوا في الدين الإسلامي. مش يمكن يكون ده سبب لدخول كتير منهم الإسلام؟ ثانيا الأطفال لما بتتولد أول شيء بيسمعوه في ودانهم هو الأذان، علشان كده الطفل بيكون عارف صوت الأذان مش ممكن ينزعج منه أبدا. اللهم أعزنا بنعمة الإسلام. لحد هنا النهاردة هننهي حلقتنا. بشكر طبعا كل ضيوف اللي استمروا معايا لنهاية الحلقة. كل سنة وانتم طيبين. انتظروني بقى في حلقة تانية من قناتنا، قناة ياسمين في اليوتيوب وأخبار النجوم. قبل ما تمشوا بقى وتسيبوني، ما تنسوش اللايك اللذيذ للحلقة.